بينما تحاول إيران دفع التهمة عنها بالمسؤولية عن الهجمات التي استهدفت السعودية، يأتي الدليل واضحا منها وعلى قنواتها. استعراض عسكري إيراني يكشف عن طائرات بدون طيار هجومية تشبه تماما الطائرات التي استهدفت عدة مناطق في السعودية عام 2019. تظهر اللقطات التي بثها الإيرانيون أحد الأهداف على شكل مركبة صاروخية تهاجمه طائرة بدون طيار ذات شكل مثلثي ولديها زعانف على كلا الجانبين، ويشبه هذا إلى حد كبير ما يسمى بطائرات دلتا بدون طيار المستخدمة في هجوم بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالسعودية في أيلول عام 2019، كما تشبه الطائرات المستعملة في هجوم أيار عام 2019 على خط الأنابيب السعودي بين الشرق والغرب. هذا الاستعراض المعتاد تريد إيران من ورائه إظهار قوتها التي تتبجح بها منذ عقود في محاولة للتغلب على روح الهزيمة عند أنصارها بعدما وجهت لها عدة ضربات باغتيال رجال الدولة لديها دون أن تحرك ساكناً. الدعاية الإيرانية شملت الحديث عن صواريخ باليستية تحمل رؤوسا حربية منفصلة، وفي الخيال الإيراني تستطيع هذه الصواريخ تدمير بطاريات الدفاع الأمريكي باتريوت، لكن المتابعين للشأن الإيراني لم يرعى اهتمامهم هذا الاستعراض والتبجح العقيم، إلا أن ظهور تلك الطائرات الصغيرة أزال كل علامات الاستفهام حول هجمات السعودية وأثبت تورط إيران بها. وإدانة طهران بهجمات السعودية تختلف عن إدانة ميليشيا الحوثي التي لا تمثل طرفا دوليا رسميا، بينما إدانة النظام الإيراني تفتح الطريق لمحاكمته دوليا باعتبار الهجوم قامت به دولة ضد دولة أخرى كما يقول مختصون. فهل ما عرضته إيران كان خطأ مقصودا؟ أم إن الغرور العسكري أوقعها بفخ يحق للسعودية فتح تحقيق دولي بشأنه؟